جريمة عنف أسري جديدة بحق طالبة تخصص المحاسبة في الأردن تهز الشارع الأردني وتثير الغضب على مواقع التواصل الاجتماعي. التفاصيل في تقرير زميلتنا دانا بلان، نتابع. تحت هاشتاغ رانيا العبادي عبر رواد مواقع التواصل عن غضبهم بعد مقتل طالبة تخصص المحاسبة في الأردن على يد والدها بسبب انخفاض علاماتها في إحدى المواد، الأمر الذي هدد المنحة الدراسية التي حصلت عليها الشابة. بحسب تقرير الطب الشرعي، فإن الضحية قتلت بسبب الضرب المبرح من والدها، حيث استخدم الأب سلكاً كهربائياً لمدة نصف ساعة دون توقف على ابنته رانيا البالغة من العمر 21 عاماً، ولم يكتفي بذلك إلا أنه ركلها من فوق درج البيت. وبعد 4 ساعات من التعذيب نقلت الضحية إلى المستشفى لتتوفى على الفور. قانونياً، وجه مدعي عام الجنايات الكبرى في الأردن تهمة القتل المقترن مع التعذيب بشراسة، مقرراً توقيف الوالد على ذمة القضية 15 يوماً قابلة للتجديد في مركز الإصلاح والتأهيل. لم أقصد قتلها، بهذه الكلمات اعترف الأب بجريمته وفق ما ذكر بيان المدعي العام. الضحية رانيا ليست أول قضية عنف أسري تهز الشارع الأردني، ففي عام 2020 حصلت 17 جريمة راح ضحيتها 17 امرأة، وبحسب الإحصائيات فإن العدد تضاعف عام 2019 مقارنة بعام 2018، الأمر الذي دفع إلى احتجاجات على نطاق واسع في الأردن تطالب بوضع قوانين أكثر صرامة للحد من العنف الأسري الذي بات يسرق أحلام ومستقبل الكثير من النساء. دانا بلان، MBC.